السلام عليكم. طريقة سهلة جدا إن أنت تعمل شهادات. طبعا أول حاجة بتختارها، هل أنت عايز حاجة فورمال، ولا عايز حاجة رياضية، ولا عايز حاجة أطفال، ولا عايز حاجة فن. خلينا مثلا فورمال، بيديك أشكال كتيرة، بتبدأ تختار الشكل اللي أنت عايزه، وبعد كده بتكتب بقى اسم الشهادة، الأكشن بتاعتها، الراجل مثلا حضر، أو الراجل مثلا دخل امتحان، أو سبب الشهادة، التاريخ بتاع الشهادة، اسم الشخص. تمام، نيكست، خلاص بيعمل لك الشهادة وتقدر تعمل لها داونلود.